نتحدث عن هذا الموضوع ومضاعفات أخرى وأيضا طموحات أخرى لدى المواطنين ولدى أهالينا في محافظة المنيا تنتظرها أو ننتظرها من جامعة المنيا في الفترة القادمة. دعونا نرحب بضيفي الكريم في أولى حلقات هذا البرنامج، أستاذنا الدكتور عصام الدين صادق فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا. مساء الخير معالي الدكتور. أهلا بك معنا يا فندم. أهلا وسهلا فندم. حقيقة يعني أنا سعيد النهاردة وأولى حلقاتنا بنتحدث عن جامعة المنيا، ويعني قلت عن جامعة المنيا عملنا كثيرا وغطينا كثير من الأنشطة والفعاليات التي كانت في جامعة المنيا. بداية الكلام اللي كنت بقوله في المقدمة، إلى أي مدى شايف جامعة المنيا ارتباطها بالمجتمع المنياوي وتأثيرها في المجتمع المنياوي؟ شكرا جزيلا فندم. وطبعا في البداية أنا قدر حضرتك والأسرة القناة السابعة خالص التهنئة بالبرنامج الجديد، وبالتوفيق إن شاء الله. وبيشرفني أن أنا أكون يعني في الحلقة الأولى من البرنامج. شكرا. وطبعا الفكرة جميلة جدا وبراقة، فكرة خدمة المجتمع. نعم. لأن الجامعة يعني لها جوانب كتير، حتى واضح جدا من قطاعاتها هي قطاع التعليم، قطاع البحث العلمي، وقطاع خدمة المجتمع. صحيح. فهو أحد القطاعات الرئيسية في الجامعة، والأهداف الرئيسية للجامعات بصفة عامة أن هي منارة للمجتمع. نعم. في عدة مجالات. صحيح. طبعا هو دور الأساسي هو دور التعليمي. صحيح. والبحثي، ولكن هو في النهاية خالص بيصب بهدف رئيسي هو خدمة المجتمع. مظبوط. فجامعة المنيا منتبهة تماما لهذا الدور بخدمة المجتمع. احنا في هذا المجال لو اتكلمنا يعني هنقول في مجالات كتيرة جدا جدا، طبعا أهمهم وعلى رأسهم هي مجال الخدمة الطبية. صحيح. احنا عندنا مستشفيات جامعة المنيا اللي أصبحت دلوقتي مستشفيات متخصصة، عندنا 6 مستشفيات متخصصة غير المستشفى الرئيسي، ده تقريبا بيقدم أو يعني هو تقريبا 70% من الخدمة الصحية في محافظة المنيا بيقدمها هذا القطاع، اللي الجامعة الفترة اللي فاتت وبتوجهات من الدولة وتحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن الأربع أو خمس سنين اللي فاتت كمية الميزانية ضخمة جدا اللي خصصت للقطاع الطبي وخاصة في جامعة المنيا مهول جدا، تقريبا يكافئ ما صرف منذ إنشاء الجامعة. احنا عندنا دلوقتي 6 مستشفيات متخصصة، القلب والصدر هنا في المنيا الجديدة، عندنا الاستقبال والطوارئ، عندنا النساء والأطفال، ودلوقتي بقى مستشفيتين، واحنا على بصدد افتتاح مستشفى الأطفال ومستشفى جراحة الأطفال قريبا، عندنا مستشفى الكبد والجهاز الهضمي وده مستشفى على أعلى مستوى. صحيح. عندنا مستشفى الكلى والمسالك البولية، وآخر هذه المستشفيات المتخصصة اللي افتتح من شهور قليلة هو مستشفى الرمل. مستشفى الرمل. ده بجانب المستشفى الرئيسي. كل ده هدفه الرئيسي طبعا غير التعليم والبحث العلمي هو خدمة المجتمع، وبالفعل هو قايم بهذا الدور على أكمل وجه. وخلينا نقول إن هي كمان انشئت هذه المستشفيات على أحدث شيء، يعني بنجدها الحقيقة بإمكانيات وأجهزة على أحدث شيء وصل. صحيح. هو التوجه كان في السنوات الأخيرة، ويعني زي ما قلت حضرتك تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تقدم دايما على أحدث ما يكون. حضرتك هتلاقي عندنا في المنيا هنا أحدث الأجهزة الموجودة. أنا يكفي إن احنا كنا في افتتاح مستشفى الرمد، كان في زميل جاي من فرنسا لسه واصل يعني موجود، فالراجل قال أنا بصراحة أنا فوجئت لما جيت إن اللي موجود عندنا اللي لم يكافئ اللي لم يكن أعلى من اللي موجود بره فيكافئه. فقال يعني شهادة على كبيرة. صحيح. صحيح. فحتى عندنا هتلاحظ حضرتك في أحدث الأشياء، أحدث الأجهزة كلها موجودة عندنا من أشعة مقطعية وأشعة رنين، ودخلنا في مجال الأشعة التداخلية والعمليات الصعبة جدا، وإحنا بصدد كمان الدخول في عملية زراعة الأعضاء. فلا في طفرة كبيرة جدا جدا في الجانب المستشفيات. صحيح. ده في الأساس لخدمة المجتمع. طيب، هل الناس تتساءل هل هذه المستشفيات المقامة من خلال جامعة المنيا مختصة فقط لتقديم الخدمة لأهالي محافظة المنيا بس، أبناء محافظة المنيا، ولا ممكن تخدم أيضا من أبناء المحافظات المجاورة من الصعيد مصر؟ لا يا فندم، دي موجودة لأهالي الشعب المصري. نعم. هو في الأصل طبعا أبناء المنيا، ولكن في النهاية خلص هي مستشفيات جامعية مصرية فتخدم كل أبناء الشعب المصري. وبالفعل في بيارد لنا مرضى من المحافظات المجاورة. فلا يعني هو في النهاية خلص هي مستشفيات مصرية. تمام.
قبل ما انتقل من الجانب الطبي وحضرتك ذكرته، هو يعني من الجوانب المهمة اللي ملحوظ فيها دور الجامعة في خدمة المجتمع المنياوي بجانب إنشاء هذه المستشفيات والمؤسسات الطبية، أيضا بتقوم الجامعة بعمل قوافل صحيح. طبية لبعض القرى النائية والقرى البعيدة والتي تحتاج إلى تقديم خدمة طبية متميزة ولا تجدها. بنجد أيضا وبنتابع من خلال تقاريرنا على مدار سنوات عديدة دور الجامعة في هذه القوافل. طبعا هي مش قوافل طبية فقط، لا، هي دلوقتي المنظور بتاعها تغير وأصبحت قوافل تنموية. تنموية هي بتشمل تخصصات عديدة جدا. يعني احنا هنا لما بنطلع قوافل بصفة منتظمة أسبوعية أو على الأقل مرتين شهريا، قوافل كبيرة جدا، القافلة بتضم الجانب الطبي بما فيها الأدوية، صرف الأدوية بالمجان، والحالات اللي محتاجة تحويل وعمليات بتحول لمستشفى الجامعة. مظبوط. وبيطلع فيها كل التخصصات بكل الأجهزة بالأساتذة الكبار، إلى جانب الخدمات البيطرية والخدمات الزراعية والخدمات التوعوية. فلا، هي بتبقى القافلة تقريبا مشترك فيها كل كليات الجامعة، صحيح، كل في مجاله. فبتطلع بتبقى يعني زي ما قلت حضرتك اسمها قافلة تنموية. مظبوط. هو يمكن الجانب الطبي يمكن هو اللي ظاهر فيها وهو الأكثر حاجة، ولكن لا، احنا في الزملاء في كلية الزراعة بيدربوا السيدات على المنتجات الزراعية وتصنيع الألبان والمربات وكل المنتجات الزراعية في كلية التربية الفنية وفي كلية التربية النوعية، بيدربوا على الخياطة وعلى التطريز وعلى أشياء وعلى الحرف الصغيرة والمتنهيات الصغر، لدرجة ان احنا احيانا في بعض الكرة احنا وزعنا كمان مكان خياطة. يعني احنا علمنا الناس واديناهم كمان مكان الخياطة عشان اللي بدأ مشروعات. فلا، الموضوع اكبر من الخدمة الطبية بالرغم من اهمية الخدمة الطبية، صحيح، والحاجة ليها الكبيرة في المجتمع. وعشان كده حضرتك سميتها قوافل التنموية. تنموية. احنا كمان عندنا مبادرات مهمة جدا للمجتمع، ابرزها محو الامية. طبعا احنا المحافظة رقم واحد في نسبة الامية في مصر. احنا عندنا في المنيا تقريبا 1.5 مليون امي. عشان كده جامعة المنيا وانطلاقا من دورها الوطني واستشعارا لخطورة هذه المشكلة في محافظة المنيا تحديدا، زي ما قلت حضرتك هي اكبر محافظة فيها نسبة أمية في مصر. فإحنا بالفعل أعلى جامعة قامت بنشاط في هذا الأمر. إحنا عملنا محو أمية ل 120,000 من سنة 2015 حتى الآن، وده عدد كبير جدا من خلال طلاب الجامعة. ده من خلال المبادرة اللي حضرتك اتبعتوها في خلال خريج لازم يمحو أمية كذا شخص وخلافه، ولا في حاجة تانية اتعملت؟ في طبعا هي فيها شقين. فيها شق ان احنا يعني خلينا متطلب تخرج لبعض الكليات زي كلية التربية وكلية التربية المختلفة. تربية وتربية فنية وتربية نوعية وتربية دي، هم ناس تربويين. مزبوط. فهو اصلا هم هدفهم التعليم، هم بيعلموا، هم ناس مؤهلين يعلموا. فكان جزء من تقييمهم ومن تدريبهم ومن تخرجهم ومن واجبهم الوطني ان هم يمحوا أمية عدد محدد من اهلهم اللي في قراهم. وده هدف وطني وهدف اخلاقي كبير جدا. زائد ان احنا عملنا دعوة لباقي الكليات كمان اللي هي مش مطالبة لو فيها تطوع او يعني من الطلاب، لان احنا برضو ثقافة التطوع دي برضو من الحاجات احنا بنستهدفها في ابنائنا. احنا بنفتقد كتير لثقافة التطوع، لان دي ثقافة من الثقافات المهمة جدا في المجتمعات الراقية واللي بتقوم عليها خدمات كبيرة جدا التطوع. فده احنا يعني شجعنا ابنائنا في باقي الكليات، ودي كانت بصراحة مردودة كويس جدا ان كتير منهم تطوع فعلا ومحوا أمية اعداد. احنا عندنا في طالبة محوت 150 وحدها. فده كان من الأدوار المهمة جدا والكبيرة جدا واللي بتشيد بيه الدولة لجامعة المنيا. هل كان من ضمن طبعا كان في برضه مبادرة مهمة جدا واحنا مستمرين فيها، ويمكن لسه في اعلان قريب عن بعض اجزائها، اسمها مبادرة صناعية مصر. صناعية مصر. ان احنا بنعمل اعلان للي يحب يتدرب ويتعلم حرفة في مجالات الهندسية والمجالات الزراعية ومجالات الحرف الصغيرة ومتنات الصغر، ان احنا في الجامعة بندربه، نديله دورة تدريبية كاملة. ولو فيهم حد او اللي مهتم بيهم ووصل لمرحلة كويسة ومؤهلة ليه انه يعمل في هذا المجال، احنا بنديله شهادة كمان من الجامعة.
كويس. ان هو مؤهل في كليه هندسه في كليه الهندسه وفي كليه الزراعه وفي مركز التدريب على الحرف الصغيره والمتوسطه الصغيره في الجامعه اسمها مبادره صناعيه مصر. صناعيه مصر يعني بتدرب في كليه الهندسه على التبريد والتكييف والحاجات دي كلها، وفي كليه الزراعه على برضه صناعه المنتجات الالبان والمنتجات الزراعيه بصفه عامه والحرف الصغيره والمتوسطه الصغر بكل انواعها. فلا طيب. من الحاجات المهمه جدا اللي قامت بيها جامعه المنيا واللي مستمره فيها. تمام. من ضمن القوافل اللي اعتقد ان انتم ما بتغفلوش دور الـ 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 القوافل هنا في عمليه التوعيه، ولو عملنا ندوات توعيه حتى في قصه محو الاميه، ان احنا احيانا مش عايز بس امحو اميه الموجودين، لكن عايز اقفل الطريق على المتسربين بقى من التعليم. صحيح. واوعي الناس بانهم ازاي يقدروا يعلموا ابنائهم ويحافظوا على هذا. هل بيبقى في ضمن هذه القوافل حاجات توعيه ولا؟ طبعا يا فندم، طبعا في خطه توعيه كامله لكل القضايا المجتمعيه في المنيا. يعني بقى في قصه توعيه بمحو الاميه، توعيه بالتعليم وعدم التسريب من التعليم، توعيه بالمواطنه، توعيه بقبول الاخر. تمام. توعيه بحاجه كانت خطيره جدا اللي هي رمي المخلفات، وخاصه المخلفات الحيوانيه والمخلفات في الترع. دي كانت حاجه خطيره جدا منتشره جدا عندنا، واثارها البيئيه خطيره جدا جدا على المجتمع نفسه. يعني في النهايه انا برمي حاجه وفي الاخر بترجع لي بالضرر عليا وعلى اولادي. كل دي لها خطط عندنا في التوعيه، فاحنا لما بنطلع نعمل توعيه من خلال خطه متكامله احنا دارسين فيها ايه المشاكل اللي موجوده في المجتمع، واحنا بنستهدف التوعيه بيها. صحيح. هي بتبقى موجهه اساسا يعني مش عشوائيه. تمام. طيب هنتقل مع حضرتك الى الجامعه الاهليه اللي بدات فيها الدراسه العام الماضي. بدات فيها في برنامج واحد او كليه واحده، ثم ان شاء الله في العام القادم هتكون باقي البرامج والكليات. الجامعه الاهليه اللي ما حدش يعرف انها مرتبطة بالجامعة الأم، وهي جامعة المنيا تحت إشرافها وتحت إدارتها. هل من هناك إضافة من خلال الجامعة الأهلية وإنشائها في مدينة المنيا الجديدة؟ قبل ما أسمع كلام حضرتك هنشوف بعض اللقطات والصور والفيديوهات اللي موجودة عن الجامعة الأهلية وماذا تم فيها حتى الآن. نتابع مع حضرتكم ونعود مرة أخرى. ويوجه بإنشاء الجامعات الأهلية
وما حظيت به محافظات الصعيد، وكانت محافظة المنيا من أول المحافظات، وكنا نتمنى أن كل الكليات تشتغل فيه. فهنيئا لكم كلية الصيدلة السنة دي، وإن شاء الله تستكمل باقي كليات الجامعة. الجامعة الأهلية يمكن في المنيا بدأت بكلية الصيدلة هذا العام، وإن شاء الله نأمل في العام القادم ستكتمل بباقي الأقسام الموجودة فيها وباقي الكليات، ويكون الافتتاح الرسمي لها إن شاء الله. معالي الدكتور، الجامعة الأهلية ما هي الإضافة التي يمكن أن تحققها لأبناء محافظة المنيا ولأبناء الصعيد، وما هي الفرق بين الجامعة الأهلية وبين الجامعات الخاصة مثلا؟ طبعا الجامعة الأهلية، وزي ما كان باين من المادة اللي اتعرضت، هي نقلة نوعية لمحافظة المنيا بصفة عامة، سواء من ناحية مستوى التعليم الجامعي أو من ناحية الاقتصادية أو من ناحية المجتمعية أو من ناحية الحضارية. فهي جامعة زي ما كنا بنقول في بدء العمل فيها بكلية الصيدلة، هي جامعة مبنية على أحدث طرز الجامعات العالمية، الجيل الرابع. هي جامعة الجيل الرابع، نعم، دولة وبتوجهات ويعني، ودي كانت رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فكرة براكة جدا. ان احنا التعليم الخاص موجود في مصر، ولكن كانت اسعار عالية جدا، والميزانية اللي رصدت من الدولة لانشاء الجامعة الاهلية بهذا المستوى الرائع، كان صعب جدا اي قطاع خاص يستثمر هذه الاستثمارات الضخمة جدا. وفي النهاية خالص التكلفة اللي هي موجودة للطالب، لا هي مش التكلفة الحقيقية، التكلفة الحقيقية أعلى من كده بكتير، ولكن هي الدولة تقريبا بتساهم بالنص، نص التكلفة، والطالب بيساهم بالنص الآخر. وهو الهدف العام الأهم هو رفع مستوى التعليم الجامعي بصفة عامة لمستوى الجامعات العالمية، مساهمة منها في المجتمع وفي رفع مستوى المجتمع، وفي النهايه برضو بتصب جزء منها في الجامعه الحكوميه الام اللي هي تقريبا شبه مجانيه، واستيعاب الاعداد المتزايده، واستيعاب طبعا الاعداد المتزايده في السوق ودخول السوق ده، وهي طبعا جامعه غير هادفه للربح. صحيح، يعني هي الجامعات الاهليه حتى غير الجامعات الخاصه، ايوه، هما الاثنين ممكن يكونوا بمصروفات طبعا، بس هي طبعا زي ما حضرتك دخولها بمصروفات هي تقريبا نص التكلفه، ده ساعد في ان احنا فكره المصروفات بتاع الجامعات الخاصه تهدى، زائد ان جزء من هذه المصروفات للطالب بيرجع برضو للطالب الموجود في الجامعة الحكومية، اللي هو تقريبا بيتعلم بالمجان عشان يرفع مستوى التعليم ليه بالتوازي مع الجامعة الأهلية. فهي لا، هي نقلة نوعية للتعليم الجامعي، وحلم تحقق في وقت قياسي جدا، ان ننشئ جامعة كاملة تقريبا في سنة طبعا من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. لا، ده كان فعليا انجاز غير مسبوق. طيب احنا عارفين طبعا الجامعه الاهليه زي باقي الجامعات الاهليه لما انشئت على تعليم ودراسه بعض البرامج التي يحتاجها سوق العمل، وبالتالي لها نوعيه معينه من البرامج التي تدرس داخل الجامعه، وبدانا الحقيقه السنه دي بكليه الصيدله. هل ان شاء الله في العام القادم هنستطيع ان احنا نفتتح باقي البرامج وباقي الكليات ولا؟ هي توجهات الدوله والقياده السياسيه ان احنا ان شاء الله السنه الجايه الجامعه هتعمل بكامل طاقتها، هي لسه ما افتتحتش رسميا. صحيح. هو اللي موجود ده كان، واللي شفناه كان ده يعني احتفاليه ببدء الدراسه بكليه واحده. مزبوط. اللي هي كليه الصيدله. انما ان شاء الله السنه الجايه هتشتغل كل الكليات، كليه الطب، كليه طب الاسنان، كليه العلاج الطبيعي، كليه الهندسه، كليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكليه الاعلام وعلوم والعلاقات العامه. فكل الكليات دي ان شاء الله هتشتغل السنه الجايه، بحيث الجامعه تشتغل بكامل طاقتها. والهيكل الاداري والاعضاء التدريس يعني يكفوا ان هم يقدروا يفتتحوا مثل هذه الكليات. يا فندم، ما هي عشان كده فكرتها ان الظهير ليها هي الجامعه الحكوميه. واحنا جامعاتنا الحكوميه زي جامعه المنيا وزي الجامعات الحكوميه، احنا طبعا احنا هي الجامعه المنيا هي جامعه من ضمن 12 جامعه، فالجامعه محظوظه احنا عندنا 27 جامعه حكوميه. نعم. انما لهم جامعاتها ليهم 12 جامعه منهم المنيا، وهي ظهير قوي جدا، لان جامعات عريقه
بأعداد الرئيس اللي فيها، بالقوى البشرية اللي فيها، بإمكانياتها اللي هي الدولة كانت متنبهة أن استغلال لهذه القوى البشرية وهذه الإمكانيات الكبيرة فإن احنا نشغل هذا الصرح الكبير، بس طبعا بنظرة جديدة وبأفضل الإمكانيات المتوفرة. فهي أساسا قايمة على الانتداب الكلي أو الجزئي من الجامعة الأم. تمام. طيب هنا سمعنا من شهور قليلة أن الجامعة افتتحت وحدة تسمى وحدة التنمية المستدامة. ما هو الهدف من إنشاء هذه الوحدة، وإلى أي مدى ممكن هذه الوحدة تخدم أيضا المجتمع؟ احنا طبعا قضية الاستدامة البيئية دي قضية بتشغل العالم كله. العالم كله الآن هو قايم على حاجتين، على الثورة المعلوماتية وثورة التحول الرقمي وثورة الطاقة، وخاصة مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، لأن احنا في أزمة في الطاقة في العالم كله. ويمكن شعورنا بيها مع الأحداث السياسية الأخيرة في العالم اللي هي الطاقة. فالعالم محتاج المعلوماتية، ثورة المعلومات والطاقة. فالطاقة اللي هي الأحفورية بتنضب وأضرارها البيئية كبيرة، فالأمل كله في الطاقة الجديدة والمتجددة، وهي دي فكرة الاستدامة البيئية. إن أنا إزاي أحافظ على مواردي وحافظ على البيئة بصفة عامة. فالجامعة لازم تقدم هذا النموذج. احنا حتى طلابنا اللي احنا بنعلمهم بجانب العلم الأكاديمي، بنعلمهم بعض الممارسات المهمة جدا زي الاستدامة البيئية. فاحنا عملنا هذه الوحدة في الجامعة لأولا إلقاء الضوء على أهمية هذا الأمر بالنسبة للمناهج الدراسية. نبدأ بنعمل إحصائيات دلوقتي، إيه الكليات اللي عندها مناهج فيها الاستدامة واللي ما عندهاش، علشان نقول لكل الكليات وكل البرامج الدراسية يكون فيها جزء من الاستدامة البيئية، ونلفت نظر الزملاء في المقررات الدراسية وفي محتواها أن لازم يكون في جزء لهذه الأمر للاستدامة البيئية. طبعا بجانب البحث العلمي نفس الكلام، أن احنا بنشجع البحوث العلمية اللي بتدرس الاستدامة البيئية، وخاصة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصادر المياه وتدوير المخلفات، كل دي ممارسات استدامة مهم. زائد الممارسات نفسها والأنشطة نفسها، ان احنا كحرم جامعي نبدأ نعمل ممارسات استدامة بيئية. يبقى عندنا في الحرم الجامعي طاقة جديدة متجددة، وفي الفعل ده موجود في بعض المباني. عندنا تدوير للمخلفات، احنا عندنا تدوير دلوقتي للأوراق بيعاد تدويرها. احنا دلوقتي بصدد انشاء وحدة لتدوير المخلفات الخضراء وانتاج منها سمات في الجامعة. دلوقتي بصدد تعاقد على هذه الوحدات وانتاجها، هي في نفس الوقت بتقدم نموذج للطلاب ومشروعات كمان مستقبليه. يعني انا دلوقتي لما اعمل هذا النموذج جوه الجامعه، انا عندي في الجامعه بيطلع لي تقريبا يوميا 7 طن مخلفات خضراء. بدل ما تخلص منها فانا بعيد تدويرها واعملها كومبوست او السماد. وهو ممارسه هي للاستدامه البيئيه، وفي نفس الوقت هي مشروع كويس جدا ومدروس. انا كمان بخلي الطلبه تشوفه بحيث يطلعوا يعملوا فيه ويبقى عنده نموذج من ده. والكلام ده هيتم في المجتمع في حاجات كتير، مع بالتعاون مع المحافظه في حاجات كده جدا. فهو ده هدف الوحدة، ودي كانت تماشيا مع مؤتمر التغير المناخي طبعا كان ده مواكبة لهذا الأمر وإدراك من الجامعة لأهمية هذا الأمر. وكان الجامعة تقول إن احنا يعني بنبدأ بأنفسنا احنا في المجتمع طبعا، وعشان كده مطالب الناس كلها تنهج هذا النهج، تنهج هذا النهج وتشوفه كمان. لأن احنا ده احنا عندنا بالدراسة العليا قرب 100,000 طالب، فدول لازم يكونوا مدركين لهذا الأمر، سواء بيتعلموه في مناهج دراسية، سواء بيمارسوه كبحث علمي، سواء بيشوفوه بعينيهم قدامهم في الحرم الجامعي كممارسة فعلية، زي الطاقة الجديدة المتجددة، زي ما قلت حضرتك تدوير الأوراق، تدوير المخلفات الخضراء وإنتاج أسمدة منها. كل دي الجامعة مطالب تبقى نموذج ليه. صحيح. فعشان كده احنا أطلقنا حتى جامعة المنيا السنة دي من بداية العام الدراسي، ساعة ما توليت الجامعة، إن جامعة المنيا جامعة ذكية خضراء إدراكة للمحورين المهمين للتنمية في العالم كله دلوقتي، اللي هي الثورة المعلوماتية والتحول الرقمي والطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة، واللي هي بتؤدي في النهاية خالص لفكرة الاستدامة البيئية. تمام. منذ زمن بعيد وما زلنا حتى الآن نجد أن الجامعات ومنها طبعا جامعة المنيا المجتمع بيلجأ ليها في بعض الاستشارات في موضوعات مختلفة. محافظة أحيانا بتلجأ للجامعة تستشيرها في موضوعات هندسية وموضوعات زراعية، حتى على مستوى الشركات والأفراد ممكن يلجأوا إلى الجامعة للاستفادة من هذه الاستشارة. كيفية التعاون مع كافة مؤسسات الدولة ومع الأفراد حتى كمان في المجتمع؟ طبعا ده دور مهم جدا طبعا موضوع الجامعة. ممكن حضرتك أشرت في الكلام أن احنا عندنا مراكز استشارات متميزة جدا في المجالات الهندسية، كل المصانع وكل
اللي بيشتغلوا في الثروات العقارية والمعمارية. الوحدات التشريعية بالنسبة لهم الأساسية هي الجامعة وفي الطرق، وطبعا عندنا برضه في كلية العلوم في مجالات المياه ومجالات كل المجالات العلمية في كل كلية تقريبا فيها وحدة استشارية بتخدم المجتمع. يعني مثلا على سبيل المثال احنا عندنا في كلية العلوم وحدة الاستشارات العلمية اللي هي بتعمل استكشاف المياه الجوفية في كل الأراضي المنزرعة دي في غرب المنيا، اللي بيعمل الجسات وبيقدر يعمل التقرير عن المياه موجودة أنا مش موجودة، موجودة على عمق قد إيه، تصلح ولا تصلح، تصلح قد إيه. كل ده مركز استشارات في كلية العلوم، وده كان دور كبير جدا، وهو كان من المساهمين بقوة في التنمية والاستصلاح الأراضي في المنطقة الظهير الصحراء والمحافظ المنيا. صحيح. وفي نفس الكلام في كلية الصيدلة وفي كلية الهندسة وهكذا في كل كليات الجامعة عندهم مراكز استشارات قوية جدا، وهي المراكز الأساسية للاستشارات في كل المجالات للمجتمع اللي موجود في المنيا. صحيح. حتى بنقول كل جامعة، الحقيقة لما بنقول جامعة دي موجودة في مجتمع ما أو في محافظة معينة، يبقى عندها برامج تعليمية تتناسب مع طبيعة وبيئة هذا المجتمع. لو قلنا إن محافظة المنيا كمحافظة زراعية، هنجد إن هناك اهتمام بالتخصصات والبرامج الزراعية. صحيح. بشكل كبير، لأنها لا تخدم البيئة الموجودة. صحيح يا فندم، ده محور حضرتك مهم جدا. وإحنا في كلية الزراعة في جامعة المنيا مهتمين جدا بهذا الأمر، لأن بيدرسوا البيئة بتاع المنيا وخاصة البيئة الصحراوية، وفي اهتمام كبير بالزراعة الصحراوية. واحنا عندنا مركز بحوث من اكبر مراكز البحوث في مصر، مركز التجارب والبحوث الزراعيه في منطقه شوش. ايوه. دي 1000 فدان يا فندم، 1000 فدان في ارض صحراويه. كل الزراعات بتاعته هي زراعات استرشاديه في الاساس لزراعه صحراويه. وهو على فكره في المنطقه اللي هناك هو مناره على فكره. يعني حتى كل المزارعين وكل اللي في المنطقه اللي هناك بيسترشدوا بيه في الزراعات، وده بيعمل كل انواع الزراعات، لدرجه ان حتى اخر حاجه عندنا ان احنا عندنا في استنباط لسلاله جديده من القمح، ادول 13 سنه شغاله في الجامعه، وصلت لانتاجيه عاليه جدا جدا، قرب 30 ارداب. وكمان بفتره زراعه قليله، فبيوفر فترات الري وبيوفر في الارض في زمن الزراعه يعني، ومواصفات كمان لعود نفسه والسنبله قوي جدا، بيقاوم التغيرات وزي الاعاصير والرياح والكلام ده، وبينتج كميه كبيره جدا من التبن وكده. فده احنا دلوقتي بنجربه بعد ما اتعمل تجارب عليه قويه جدا في الارض الطينيه. دلوقتي شغال من السنه دي في الارض الصحراويه عشان نشوف برضو انتاجه في الصحراء. فدي كلها انجازات كبيره جدا. وكمان في الثروه الحيوانيه نفس الكلام، عندنا مزرعه كبيره جدا للثروه الحيوانيه بتعمل تهجين لاصناف جديده من الماعز والاغنام والكلام ده كله، ده موجود في هذا المركز البحوث المتميز جدا واللي الجامعه مهتمه بيه، وهدفه فعلا التنميه المجتمعيه والتنميه المستدامه. صحيح. فيعني هو مركز نموذجي للتجارب الزراعيه. صحيح. وعشان كده برضه خلينا انا لحضرتك لقصه الابحاث والدراسات ورسائل الماجستير والدكتوراه، اذا ما كانتش تخدم البيئه وتبقى قابله للتطبيق هيكون ليس لها معنى الحقيقه في هذا الوقت. صحيح. فالى اي مدى هذا القسم تحديدا في الابحاث والدراسات العليا بنوجههم ان هم يعملوا دراسات تخدم هذا المجتمع؟ صحيح. ده كلام حضرتك مظبوط جدا. احنا عندنا خطه بحثيه للجامعه بتاخد في الاعتبار الاولويات القوميه والاولويات المحليه في البحث العلمي في كل مجال، وبنعمل بيها حصر ودراسات. واحنا بصدد كمان ان احنا نشجع الناس ان احنا ممكن ندي منح من الجامعه لدراسه بعض الموضوعات اللي بتهم المجتمع المني. يعني احنا نحدد من خلال لجنه علميه ايه اهم الموضوعات الملحة في المنيا اللي محتاجة دراسة ومحتاجة بحث علمي للتطوير أو للتحسين. وهنبدأ نعمل عليها زي كده منح للطلاب بتوعنا للدراسة، وندعمهم دعم كويس جدا من الجامعة وبالتعاون مع جهات الدولة زي المحافظة وزي كتير من جهات الدولة ويمكن والجامعات الأهلية اللي ممكن تشارك في هذا الأمر. وده بيبقى زي ما حضرتك في اتجاه ان احنا يبقى البحث العلمي بهدف الخدمة الفعلية. صحيح. موجودة بعض، يعني مهم جدا في بعض الدراسات الأساسية وفي العلوم الأساسية بصفة عامة، ده أساسي لازم يكون موجود، ولكن برضو مهم جدا يكون في بقى دراسات تطبيقية مباشرة على المشاكل المجتمعية المباشرة. وده احنا الجامعة واعية جدا بهذا الأمر، ومن ضمن خططها زي ما قلت لحضرتك ان هو تقديم منح دراسية للطلاب سواء ماجستير أو دكتوراه أو حتى لأعضاء التدريس الباحثين في بعض الدكتوراه لتبني البحث في هذه المشاكل المجتمعية.
على كل المستويات، سواء مشاكل اجتماعيه يعني انسانيه، او سواء مشاكل صناعيه، او مشاكل بيئيه، او مشاكل زراعيه، او حتى مشاكل صحيه تخص المنيا. لا ده مهم جدا، وده دور اساسي من ادوار الجامعه اللي احنا متنبهين جدا ليه، وبنعمل في هذا الاتجاه اللي حضرتك يعني قلت عليه ده. تمام. مبادرات اخرى الحقيقه بنجدها من طلاب جامعه المنيا خاصه مع موضوع التنظيف والتجميل. احيانا كده بنجد بعض الطلاب بيقوموا بمبادره لتجميل بعض الشوارع، تجميل بعض الميادين، حتى على مستوى الكليات داخل الجامعه بتشجعوهم على هذا، في ان احنا بنعمل مسابقه لافضل كليه وافضل قسم، وبالتالي بيبقى في نوع من التجميل والارتياح البصري يعني. فعلا دي كانت فكره جميله جدا، ان احنا عملنا ما يعرف بالاسبوع البيئي في الجامعه، وكانت هي مسابقه بين الكليات. فافضل كليه بتدخل هذه المسابقه وطبقا لمعايير محدده للنظافه العامه للكليه، سواء داخل الكليه او الواجهه او المنطقه المحيطه بالكليه، يعني فيها تفاصيل كتيره جدا لكل حاجه تخص كل شيء. يعني يمكن بتاع 50 معيار. والكليات، وهو طبعا هو الهدف مش المسابقه قد ما الهدف ان يبقى في عندي معايير واضحه بشتغل عليها بهدف الوصول لاجمل شكل الكليه. صحيح. سواء داخليا او خارجيا. يعني سواء داخل المبنى نفسه او في المناطق المحيطه بالكليه، وحتى اعود الطلبه ان هم يعيشوا ازاي في مكان يبقى جميل بالظبط. وفي نفس الوقت برضه زي ما قلت لحضرتك بعود كمان الطالب على العمل التطوعي. مظبوط. وان هو ازاي يشارك ويبقى عنده هذه الثقافه. فكانت فكره جميله جدا، وكان مردودها رائع، وانا كنت سعيد بيها جدا ان كانت الكليات في المسابقه مهتمه جدا، وتحولت بالكامل الكليات لشكل تاني خالص، والمنطقه المحيطه بيها. يعني تقريبا الجامعه كلها اتجملت على اعلى مستوى من خلال الطلاب والعاملين في الكليات، ومن خلال معايير محدده. فكانت فكره جميله جدا، واهدافها رائعه، والنتائج كانت ممتازه بصراحه. جميل. طيب نعلم جيدا ان الطالب داخل الجامعه معالي الدكتور مش بس لتحصيل المواد العلميه، لكن ايضا لتكوين شخصيه للمجتمع نافعه للمجتمع، وبالتالي ممارسه الانشطه داخل الجامعه مهمه جدا. وعشان كده نعلم جيدا ان هناك انشطه مختلفه واسر مختلفه تقوم بهذه الانشطه. مدى تفعيل هذه الانشطه داخل جامعه المنيا وحضرتك وتحفيزك ليهم ايه؟ طبعا الجامعه انا بيدخلي طالب جاي من المدرسه يعني عنده 17 او 18 سنه بيتخرج راجل. صحيح. يتحمل مسؤوليه في المجتمع، يتحمل مسؤوليه اسره. فانا بيبقى دور مهم جدا من ادوار الجامعه هو بناء الشخصيه بجانب التعليم. صحيح. وبناء الشخصيه بيتم بمجالات متعدده جدا، هي الانشطه الرياضيه، الانشطه الثقافيه، انشطه الجواله، الأنشطة العلمية، يعني الأنشطة الفنية، أنشطة اكتشاف المواهب. صحيح. ما كنت لسه أقول حضرتك من خلال ممارسة هذه الأنشطة بنقدر نكتشف المواهب. بالظبط. لأن كتير جدا من الطلاب بطبيعته هو لسه في المدرسة مرحلة الطفولة والمراهقة. صحيح. وما اكتشفش مواهبه. مش قادر يحدد الهدف اللي ممكن حتى يستمر فيه. بيتكون في الفترة بتاع الجامعة. عشان كده الجامعة دور مهم جدا من أدوارها هي الأنشطة الطلابية. وتشجيع الطلاب على ممارسه الانشطه الطلابيه لتنميه شخصياتهم ومواهبهم وانتمائهم لبلدهم وتفريغ لطاقاتهم واستغلالها الاستغلال الامثل وتعاونهم مع بعض وقبولهم للاخر. اهداف كبيره جدا جدا لا تقل اهميه عن تاهيلهم من الناحيه العلميه. مظبوط. لان انا اهلهم من الناحيه العلميه ويكون من الناحيه الشخصيه عنده مشكله، لا في جزء ناقص، في جزء ناقص. نعم. وجزء كبير. نعم. مهم. يعني لا يقل اهميه ابدا عن الناحيه العلميه ان انا اهله من الناحيه الشخصيه. لان هو في النهايه خالص هو ده المنتج بتاع اللي بيطلع المجتمع. صحيح. فانا لازم اطلعه شخصيه متكامله. وعشان كده في دور لاولياء الامور مساعد لحضرتك برضو في هذا الجانب. يعني طبعا. طبعا. واحنا من الناحيه حتى الاجتماعيه للطلاب يكفي مثلا نقول لحضرتك ان احنا من الحاجات المهمه جدا جدا ان احنا الطالب بتاعنا احنا بندخله طالب جامعي. وبنبقى حريصين جدا على مستواه. تماما. احنا بنقدم دعم للطلاب اللي محتاجين دعم وبكرامه ليهم كبيره جدا. حتى ان احنا السنه دي غيرنا خالص نظام التكافل الطلابي. ان احنا خلينا نظام الكتروني، ان الطالب مش محتاج يروح مكان عشان ما يبقاش فيه احراج ولا اي حاجه. انا بحافظ على شخصيته. انا بحافظ على اعتزازه بنفسه. انا بقول له ان بلدك معاك. مش لازم تروح ولا لازم تتعب نفسك ولا لازم تعرض نفسك لموقف محرج، لا انا ببني شخصيتك وخليك معتز بنفسك وفي نهايه خالص دي بلدك اللي واقفه معاك.
وبلدك اللي عاوزاك تبقى مواطن صالح، محدش بيمن عليك بحاجه، محدش بيمن عليك بحاجه. فده احنا عملنا نظام الكتروني للتقدم، ان الطالب يرش مكان يتقدم ويقدم مستنداته، والنظام هو كمان اللي بيفرز ويشوف من يستحق، سواء مصروفات دراسيه، سواء اقامه في مدن الجامعيه، سواء تغذيه. يكفي ان اقول لحضرتك ان احنا بندي هذه الاعانه لاكثر من 6000 طالب سنويا. فاحنا الجامعه لا، هي بتتبنى من الجامعه نفسها، من الجامعه نفسها بتدفع مصروفاته، تدفع اقامته في المدن الجامعيه، بتدفع التغذيه بتاعته، بتقدم. طبعا احنا عملنا معارض كتيره جدا للملابس، وكلها ملابس جديده وماركات عاليه جدا جدا برضو، حفاظا على كرامه ابنائها. انا شخصيا رفضت تماما ان يتعمل معرض لملابس مثلا شبه مستعمله او مستورده او الحاجات دي كلها. انا كنت بشترط ان لازم تكون ملابس جديده وماركات محترمه، حفاظا ان انا بقدم كانه ابني، بقدم له احسن حاجه. في الجنب ده هل في تعاون مع بعض منظمات مجتمع المدني معاكم ولا؟ يا فندم، يا فندم طبعا. تحيا مصر بتدعم بقوه هذا الاتجاه، وهي كانت الراعي الرئيسي لمبادره اسمها دكان الفرحه عندنا في الجامعه. صحيح. دي وزعت 30,000 قطعه ملابس على طلاب الجامعه، وبالفعل كانت من اعلى الماركات الموجوده، بحيث ان الطالب بيلبس زيه زي زميله اللي معاه مقتدر ماليا تماما، مفيش اي فرق. ودي كانت حاجه محترمه جدا جدا، بحي عليها الدوله، بحي عليها فخامه الرئيس. هذا الجانب، لان كان جانب مهم، والاقبال عليه كان غير عادي، والصدى ليه بين الطلاب كان غير عادي. فلا يعني في مبادرات مجتمع مدني يعني بصراحه مهمه، سواء في مجال الصحه او في مجال الاجتماعي. وانتوا بترحبوا دايما بهذا التعاون مع النهارده المدني. انا النهارده يعني عنده مبادره طبعا، يعني تخدم الابناء الطلاب في الجامعه، مفيش مشاكل خالص. طبعا تماما، لان احنا في النهايه في مركب واحده، وكله هدف واحد. يعني احنا النهارده كان عندي حد من بنك الشفاء، انه كانوا دعمونا بقوه في المستشفى الجامعيه في العنايه المركزه، في اللي احنا كان عندنا طبعا انت عارف ان في ازمه في السرعه المركزه، هم دعموا بقوه. والنهارده كانوا عندي، والناس وعدوا كمان بدعم تاني اكبر. في عندي برضو يعني وعود من مؤسسات مجتمع مدني كبيره جدا طبعا، بس انا مش هقدر اتكلم دلوقتي لما يبقى الامور على ارض الواقع، بدعم مادي هائل. في الخدمه المجتمعيه وفي الخدمه الصحيه. فلا، المجتمع المدني داعم لينا بقوه. تمام. المجتمع دايما معالي الدكتور كان بيشكو من ان خريجين الجامعه بشكل عام سوق العمل بيجد فيهم بعض الضعف في الناحيه التدريبيه والناحيه العمليه. والجامعه الحقيقه عندها جزئيه في هذا الموضوع، التدريب العملي اثناء الدراسه، وهل بعد الدراسه في جانب اخر في دورات تدريبيه ممكن تؤهل الطالب لسوق العمل بشكل كبير؟ جميل، سؤال مهم جدا. وفعلا دي كانت مشكله كبيره، واحنا كوزاره التعليم العالي وكجامعات كان هذا الامر مطروح بقوه. وعشان كده انشئ في كل الجامعات مراكز مهمه جدا، هي مراكز التاهيل المهني للطلاب. دي مراكز موجوده وبدعم من الجامعه الامريكيه. في كل جامعه دلوقتي تقريبا في مصر موجود مركز هو مهمته ان هو بيأهل الطلاب لسوق العمل. ده غير التدريب العملي الخاص بالطلاب. لا، ما انا بس في كذا كذا جهه يعني. هو في الاول انا اهله بالسوفت سكيلز او زي بيسموها بالمهارات اللي هي البشريه، القدرات البشريه وكده. وبعدين الجانب الفني هتكلم عنه دلوقتي. فهو الجانب بتاع الكارير ديفلوبمنت او التاهيل المهني كان مهم جدا، ان انا اعرف الطالب ازاي يدور على وظيفه، ازاي يكتب سي في، صحيح، ازاي يقوم المقابله، ازاي يقدم نفسه في المشروع، ازاي يفكر في طريقه العمل. فلا، مهم جدا، وبيقدم دورات في هذا المجالات رائعه، ودورات بمحتوى دولي جاي من الجامعه الامريكيه. كويس. فده رائع ودوره كبير جدا. الناحيه الثانيه بقى اللي حضرتك بتتكلم عنها، الناحيه الفنيه، احنا كان في توجيه قوي للكليات بالاهتمام بهذا الامر في كل واحد دراسيه جديده. يعني كل اللوائح الدراسيه الجديده دلوقتي اللي بتعتمد، وان احنا بنتحول دلوقتي من نظام التعليم اللي هو بيسموه السنوات الدراسيه للساعات المعتمده. فاحنا في تركيز في كل اللوائح الجديده اللي بتتكون دلوقتي بتتعمل في الكليات، بالتركيز على جانب التدريب العملي. للطلاب في مجالات السوق. يعني يتدرب في المصنع، يتدرب في المزرعه، يتدرب في الاماكن اللي هي بيتعلم يشتغل فيها عشان بعد التخرج. يشتغل فيها. فده تركيز كبير جدا في كل اللوائح الدراسيه الجديده. برضو من الحاجات المهمه جدا اللي الدوله عملتها هي فكره كمان انك تعمل شيفت للكير بتاعك. يعني انت ممكن تكون بتتعلم حاجه بس سوق العمل مش محتاجها. انا ممكن اتحول
وعشان كده الدولة عملت تقريبا في كتير من الجامعات ومنهم جامعة المنيا مركز الكريتيفا او مركز ابداع مصر الرقمية. نعم. ده مركز مهم جدا جدا. صحيح. ده بيأهل كل الخريجين من كل التخصصات للعمل في مجال التحول الرقمي. مش لازم بس بتوع الحاسبات. صحيح. لان التحول الرقمي زي ما انت شايف حضرتك هو داخل معانا في كل مجالات الحياة. مظبوط. يعني بتاع اداب ممكن يروح يشتغل. لان في مجالات كتير ممكن يشتغل فيها. وانا اعلم جيدا الكول سنترز. صحيح. دورات كتيرة قوي بتتعمل في الاي ماركتينج. طبعا. ومدورات. مش بس المتخصصين في هذا المجال. لا دورات رائعة. بمنح من الدولة. في 3 و6 وفي 9 شهور. بيعمل يعني تحويل كامل للمسار بتاعه. ده تبع وزارة الاتصالات يا معلم. ده تبع وزارة الاتصالات بالتعاون مع الجامعة. مع الجامعة. فهي لابناء الجامعه والخريجين والمجتمع المدني. والجامعه المنيا هي اللي استضافته وهي اللي وفرت له الارض وهي بتوفر كوادر وفي تعاون بين الوزارتين في هذا الامر. ومتاح الدورات اللي بتعلن الدورات الموجوده بحيث تعلن طبعا يعرف الدوره اللي ممكن تناسبه ايه طبعا طبعا زي ما قلت حضرتك كل الخريجين مؤهلين ياخدوا دورات ويشتغلوا في مجال التحول الرقمي زي ما حضرتك زي الكول سنتر زي الاي ماركتنج زي حاجات كتيره جدا بتاهل كل خريجين مش شرط يكون حاسب آلي ودورات احترافيه وبتاخد شهاده من وزاره الاتصالات بتاهله لسوق العمل فدي من الحاجات الرائعه جدا. طيب احنا بس عاوزين ولادنا ما كنت لسه عايز اقول لحضرتك الحصه ثقافه التدريب بالظبط عند الطلبه هل عند لسه محتاجه هي دي بقى وخاصه بصراحه خلينا نصرح في المنيا بالتحديد يمكن صحيح. الطلاب في القاهرة وفي العواصم وفي السواحل عندهم وعي هذا الشغف نعم. لأنه يغير الكارير بتاعه وأنه هو يبحث ويسعى إحنا يمكن الثقافة بتاعتنا شوية ودي تاريخيا في المناطق اللي هي الصحراوية وشبه الصحراوية والبعيدة عن المواني والسواحل والعواصم بتبقى فيها نوع من أنه هو عاوز يشتغل في مكانه مش عاوز يتحرك هو مهتم أن هو ياخد الشهادة وخلاص يعني. بالضبط فإحنا بنحاول نغير هذا الثقافة صحيح ومعذرة برضو مع الدكتور اللي ممكن يبقى واحد واخد يعني الدكتوراه مش على اساس البكالوريوس ولا الماجستير وبتقدير امتياز ولكن غير قادر على الممارسة الفعلية في سوق العمل يعني إن ما كانش الجزء ده جانب تدريبي ومؤهل تقدر تتماشى مع سوق العمل وسوق العمل عايزك تتدرب على إيه بالظبط مش تقدر تستفيد بهذه الشهادة وده بالظبط هدف مركز التطوير المهني اللي موجود في الجامعة فإحنا بقول لحضرتك عندنا عدة مراكز مهمة جدا في هذا الأمر مركز كريتيفا اللي هي إبداع مصر الرقمية مركز التأهيل التطوير المهني الكارير ديفلوبمنت وإحنا بنشجع أولادنا دايما في كل مجال وفي كل لقاء بنقول لهم أولاد استفيدوا من المراكز دي صحيح روح بادر اشترك الحاجات تقريبا شبه مجانية يعني الاتصالات مجانية إحنا عندنا الكارير ديفلوبمنت ده أو التأهيل المهني شبه مجاني حاجات رمزية جدا مركز تدريب على الحرف الصغيرة مركز الابتكار ريادة الأعمال وإزاي تدرب على ريادة الأعمال ويبقى رائد أعمال ما يستنيش الوظيفة الحكومية صحيح كل ده موجود في الجامعة بهدف اللي إحنا بنتكلم فيه إن أنا أهل الطالب لسوق العمل مش فكرة إن أنا أعلمه التعليم النظري فقط لا ده انا بعلمه تعليم نظري بعلمه تعليم عملي في الـ في الـ في الـ في المجالات بتاعته بأهله لسوق العمل ممكن حتى لو كل ده هو الطالب يعني شايف انه ملوش مجال لا يغير مجاله كمان لمجال تاني خالص صحيح فلا كل ده متاح بس هي عايزه مبادره من الطلاب وده احنا دورنا واللي احنا بنعمله ان شاء تمام. الله تمام مش ممكن هتبقى معايا مش هكلم حضرتك على الامتحانات واللي خلصت في الفصل الدراسي الاول ويمكن الطلبه لما يشوفوا حضرتك برضه على الشاشه هيقدروا يتسائلوا طبعا. في بعض الكليات ظهرت نتائجها وفي بعض الكليات لسه منتظرين باقي النتائج ممكن تظهر امتى الفصل الدراسي الاول احنا حتى الان وكان في كلام واضح في مجلس الجامعه الاسبوع اللي فات ويمكن السنه دي اسرع السنين بتظهر فيها نتائج احنا حتى الان في 13 كلية اظهرت نتيجة بالكامل وباقي الكليات كلها اظهرت معظم الشعب فباقي كليات قليلة اللي فيها بعض الشعب ما ظهرتش ان شاء الله خلال 48 ساعة هتكون كل نتائج الجامعة او عشان برضو يعني ايه اكون يعني كده في نوع من المدى الزمن الاطول شوية المستريح نهاية الاسبوع بس انما ان شاء الله التعليمات بالنسبة لنا 48 ساعة كل النتائج هتخلص الاستعداد للفصل الدراسي الثاني هل هناك استعداد خاص لهذا الفصل واعتقد ان الفصل الدراسي الثاني بيبقى صغير او محتاج بالفعل وداخل علينا شهر رمضان صحيح يا فندم بالفعل
عشان كده احنا برضو كل الكليات خلصت الجداول بتاعتها، الجداول الدراسيه. هتبقى مضغوطه عشان شهر رمضان، انت عارف حضرتك، ولا هيبقى شهر رمضان دراسي؟ لا، هو في الدراسه ان هو جاي السنه دي في 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 شهر ثلاثه، في وسط شهر ثلاثه في وسط العام الدراسي، فاحنا بيبقى الامور طبيعيه جدا. يعني هي بس بيبقى بس الصبح مثلا في تاخير شويه، بدل ما بنبدا 8 ممكن بنبدا 9، اخر اليوم بدل ما بنخلص 6 بنخلص بدري شويه. مزبوط. فالمحاضره بس ممكن بتقل الوقت بتاعها 10 دقائق ربع ساعه حسب ما بنشوف يعني، عشان بس اذان المغرب. انما الدراسه طبيعيه جدا وماشيه بطريقه طبيعيه، ان احنا لانه بعيد السنه دي على الامتحانات. صحيح. هو جاي في نص الترم. فاحنا تقريبا كل الكليات خلصت الجداول الدراسيه بتاعتها. كل الزملاء اعضاء التدريس استلموا المقررات اللي هيدرسوها الترم الثاني. بحد اقصى بدايه الاسبوع الاول من الدراسه الطلبه بيسجلوا في المقررات بتاعتهم في الساعات المعتمده. تمام. وهيبقى في برضه متاح الكتاب الالكتروني ليهم بحد اقصى الاسبوع الاول من الدراسه. يعني احنا السنه دي الكتاب الالكتروني اتيح. صحيح. في بدايه العام الدراسي، في بدايه الدراسه بشكل في بدايه الدراسه تماما. الطالب كان داخل عنده كل الماده العلميه بتاعته. الامتحانات مشيت منتظمه جدا. بسلاسه كبيره. واسرع سنه ظهرت فيها النتائج. احنا في كليات. صحيح. خلصت النتائج بتاعتها. يمكن مع اخر يوم. صحيح. في الامتحانات. تمام. في كليتين او ثلاث كليات خلصت تماما نتيجهم ظهرت كمان. صحيح. كلها. صحيح. صحيح. واحنا هو احنا يعني في في, في اول الاسبوع الثاني وتقريبا في 60% من الكليات انحت تماما نتائجها، والباقي كله اعلى معظم شعبه. يعني هي باقي شعب في بعض الكليات ان شاء الله على حضرتك ان شاء الله نهايه الاسبوع. انا بنقول 48 ساعه نهايه الاسبوع بالكثير يعني، ان شاء الله تكون خلصت ان شاء الله. بالتوفيق يا فندم ان شاء الله. وانا ارهقت حضرتك معايا النهارده، لكن معذره انا يعني هاجل باقي التساؤلات الموجودة، لأن جامعة المنيا عندها أشياء كثيرة لابد أن نتحدث عنها للقاء آخر إن شاء الله، توعدنا به إن شاء الله بالاتصال مع حضرتك إن شاء الله. يبقى لنا لقاءات أخرى في مناقشة ومتابعة كل المجهودات اللي بتبذلها جامعة المنيا لخدمة أهالينا الحقيقة في محافظة المنيا وفي صعيد مصر إن شاء الله يا فندم. ومرة تانية خالص تهنئة بالبرنامج. شكرا جزيلا. وأنا سعيد إن وبتشرف إن أنا كنت أول ضيف يعني إن شاء الله. شرف لينا. في البرنامج، وبإذن الله يعني على وعد إن شاء الله بلقاءات أخرى. شكرا جزيلا مرة دكتور. شكرا جزيلا. العفو فندم. إذا مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء الحقيقة تحدثنا عن بعض الخدمات اللي ممكن تكون قدمت من جامعة المنيا لخدمة المجتمع المنياوي ولخدمة صعيد مصر في خلال الفترة الماضية. المزيد والمزيد الحقيقة من الخدمات المنتظرة من جامعة المنيا بكل كوادرها وبكل إمكانياتها. أعتقد أن احنا محتاجين مزيد من الوقت أن نتحدث في هذا الموضوع، لكن في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر إلى ضيفي الكريم الأستاذ دكتور عصام الدين صادق فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا. والشكر الجزيل لحضراتكم على حسن المتابعة. اللقاء يتجدد بكم الأسبوع المقبل وحلقة جديدة من البرنامج. إلى اللقاء. السابعة. رقي المجتمعات بيتقاس أولا باحترام المرأة. ما تتأذيش في الشارع، ما يتقالهاش كلمة تكسرها.